کسا کے لیے جناب آغا محمد حسین صاحب پلیز آگے آگے آغا محمد حسین صاحب جڑے حضرات اس انتظار کہ مجلس دا آغاز ہو سی تے اس مجلس سے آزاد جو ہے سو انہاں دی خدمت وچ التماس ہے کہ جلد قصر زینب سلام اللہ علیہ حضرت تشریف کے نام مجلس دا آغاز شروع ہون والے عظمت قبل اس دے کہ میں تلاوت کلام پاک شروع کریں عظمت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پوری یہ کبھی منشائے شبیر نہ ہوتی گر ان کی مددگار ہمشیر نہ ہوتی سنا نالے جڑے حضرات بیٹھے ہو اس تو وڈی عظمت بھی دی کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ پوری کبھی یہ منشائے شبیر نہ ہوتی گر ان کی مددگار ہمشیر نہ ہوتی خون چھپا جاتا گر بنت علی کی بازار کے ہر موڑ پہ تقریر نہ ہوتی برائے خوشنودی امام زمانہ بلانتار سلامات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
صدق الله العلي العظيم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری یا علی یا علی. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت عليا دخل أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بعض الزوف فقلت نعوذك بالله يا بطام من الزوف فقال يا فاطمة اتم بالكساء لجماني فقتيني به فاتيت بالكساء لجماني فقتيتم بما سرت وانظروا إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد يا الحسن عليه السلام صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا قرتين وسمرت فؤادي فقال يا من يشم عندك راية طيبة كان راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جد قدات الكساء فأقبل الحسن فأقبل الحسن نحو الكساء قال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتاذن لي نادخل ما قطعت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا سيبه قد أذنت لك قد أذنت لك فدخل ما قطعت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرتين وسمرة فؤادي فقال لي يا أم إني أشم عندك راية طيبة كون راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك قطعت الكساء فاضل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد وسلام عليك يا من قال اعتذر لي اكون ما قطعت الكساء فقل عليك السلام يا ولد يا شافع امتك اعتذرت لك ودخل ما قطعت الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابو الحسن يا امير المؤمنين غلام سلوى فقال يا فاطمه اني اشم عندك رايه طيبه كان رايه اخي وابن امي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم وما ولديك تات الكساء فاقبل علي عليه السلام نعم الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله اتظن ان اكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا اخي يا وسي وخليفتي وسيف لوائك اذن لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم اتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا ابط يا رسول الله اتظن ان اكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بناتي قد اذنت لك ودخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرف الكساء بجاد اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وقامتي
لهم لهميد ممدمي الماجول ممجه ماجا من هرب لمن هرب سر لمن سلم عدو لمن عدو مؤب لمن عدو إنه مني وانا منهم فجال صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم واصحب عنهم رس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ولايتي يا سبحان السماوات اني ما خلقت سماء مبنيه ارضا مديه قمرا منيرا شمسا مزيه فلكا يدور بار يجري فلكا يسري الا بمحبتها هؤلاء الخمسه الذين تحت الكساء فقال الامين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل مال بيت النبي وماد رسالا فاطمه وابوها وبالها وبنوها سلاما فقال جبريل يا رب اتلنا بطل الارض ليكون معهم سادسا فقال نعم قد عزيز لك وضع فابطل امين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله على علي وعلى يقولك السلام يخفك بالتحية والإكرام يقول لك وعزتي وجلالي مما خلقت سماء مبنية أرض مدية قمرا منيرا شمسا مضيئا فلكا يدور بحرا يجري فلكا يجري إلا لأجل محمد قد أذن لي ندخل أمامكم فألتزم يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي لا إنه نعم قد أذنت لك وداخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي من الله قد أهوى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي بن ابي يرضى لك من مال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثني بلاك نبيا واصطفاني برساله النجيه وذكر خبر هذا في مم من محافل على الارض شيئتنا ومحبين إلا ونزلت لهم رحمة وعفت بهم ملائكات واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فمنا فاض شيئتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بلك نبيا واصطفاني برسالة النجية وذكر خوفنا هذا فيما في من محافل على الأرض وفي مشيتنا ومحبين محبين فيما هم لا فرج لهمه ولا مقام لك عجب لهم ولا طالب هاتم لك الحاجة فقال علي عليه السلام إذا هم الله فزنا وسويتنا كذلك شيئتنا فازوا وسويت في الدنيا والآخرة ورب الكعبة السلام التماس ما شاء الله لا ولا قوه الا بالله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل وليك على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكن مرضاك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ حیدری یا علی برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد دعا ہے خالق کائنات
تہاڈا اس مقدس مقام تے ٹر آیا اپنے بارگاہ قبول فرماوے بانیاں دا صف عذاب بچھایا اپنے بارگاہ قبول فرماوے کریم اللہ جتنے بھی مرحومین اس جہان فانی تو انتقال فرما کر انہاں دی مغفرت فرما بالخصوص سید وزارت حسین نقوی اور جنہاں دی برسی ہے سید کاظم رضا نقوی کریم اللہ انہاں مرحومین دی مغفرت فرما باقی مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو اس جہان فانی تو انتقال فرما گئے انہاں دی مغفرت فرما بانیان دے نیک حاجات پورے فرما انہاں جمیع آفات ولیات عرضی سے محفوظ فرما انہاں ساریاں دعاؤں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجوداً قبل حدوث الاشیاء وجب کا بعد فنا الاشیاء یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک بے حرمت وجہ کل کریم بے حرمت محمد و آل محمد صلوات صلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے بلند صلوات الصلاۃ والسلام علی مکی المدنی القرشی العبطاہی انی محمد المصطفیٰ خبند کر کے صلوات الصلاۃ والسلام علی امیر والحامدین والراکعین والساجدین والصائمین آنی علی المرتضی علی بھی صلوات دا بھائیوال بلند صلوات الصلاۃ والسلام حسن المسموم الحسین الغریب المقتول مظنوع من الكفاف الكربلاء يوم عاشوراء الذي قال وقت وداع يا زينب ويا ام كلثوم ويا رقية عليكن مني سلام جدا کلا رہ گئے اکبر دا بابا نظر زمین و شمالا کہویل غربت نگاہ سجد دے کہویل غربت نگاہ خبر درو کے آدھا کت سم گئے میرے صحابیوں سید آدھا کت سم گئے میرے جوانوں علیدہ علیدہ سجس اینا اینا حبیب برائر مسلم بن عوص جا قاسم اینا اینا علی علی الاکبر جدا اکبر دن آیا یا اچھا بین کی تس سید آدھا دنیا کلافا عطا
اکبر تیرے بعد میری آنکھیں دا نور گم ہو گئے سیدت اکبر میں ضعیف ہو گیا سیدت اکبر میری داڑھی سفید ہو گئی ہے اینا اینا عباس الان انقلاب الان انکسر الزہر او میری کمر دا زور بھرا کت سم گئی ہے سید مقتل جو دیکھیا دے میں تو کو اس واسطے نہ سجیندا جو میں کلا رہ گیا سید دا اس واسطے نہ سجیندا جو میں کو تیر تے نیزے پہ لگ دین سید دا اس واسطے نہ سجیندا جو میں ڈاکا تسا سید دا اس واسطے نہ سجیندا جو میری چار سال دی معصوما میرے قاتل دی منتا کھڑی کریں دیئے آدھی نمار میں اجڑی دا باب ہے آدھی نمار تریدیاں دا تس ہے رو رو کے آدھی ظالمہ آج تے میں دے باب کمار نے او میں اجڑی تے منت لا ہی تو گھڑ میں دے باب کو پانی پلا سیدہ دا اس ناس دیندہ جو میری چار سال دی معصومہ میرے قاتل دیا منتاں کھڑی کریں دیئے آقا سجندے کیوں ہو اللہ جانے کوئی بھیڑی دا پردائی دا پیا رہا سی سیادہ دا ہے کوئی بیڑا ضرور یا ضروریہ تیرا سول دے پردے بچاوے سیادہ دا ہے کوئی جڑا میں غریب دیا بھیڑی دے پردے بچاوے سیادہ دا ہے کوئی جڑا زہرا جائیں دے پردے بچاوے چان دیکھ کے پاک محرم دا تے بیٹھا خاک تے چان زہرا او تے چان کو دے Yeah.